محاضرتنا اليوم عن مصادر الحصول على الموجات الثابتة. خلنا سابقا مصدرين من مصادر الحصول على الموجات الثابتة. أولا شراء الموجات الثابتة من الأسواق المحلية، وثانيا شراء الموجات الثابتة من الأسواق الخارجية. واليوم محاضرتنا عن الهدايا والتبرعات كمصدر من مصادر الحصول على الموجات الثابتة. مفهوم الهدايا والتبرعات، الوحدة الاقتصادية قد تحصل على موجات ثابتة جديدة أو مستعملة من وحدات اقتصادية أخرى، سواء هذه الوحدات داخل قطر أو خارج، ولكن بدون مقابل كهدايا، وهذا يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية في الوحدة الاقتصادية حصلت على هذه الهدايا. وحتى نلم بالجوانب المحاسبية لهذا الموضوع راح نتطرق إلى المعالجات القيدية، أولا في سجلات الجهة المتبرع لها أو هي الجهة المستلمة للموجود الثابت، ومن ثم سجلات الجهة المتبرعة وهي الجهة المسلمة أو المتنازلة عن الموجود الثابت. أولا الإجراءات المحاسبية في الجهة المتبرع لها. حقيقة تمر الإجراءات المحاسبية في مراحل. أول مرحلة هي أليف مرحلة تثمين الموجود هذا المستلم. فبعد ما تستلم هذه الجهة الموجود المستلم، تشكل لجنة لتثمين هذا الموجود بغض النظر عن القيمة المسجلة هذا الموجود في سجلات الشركة المتبرعة. ولأنه موجود جديد، مثل ما تعلمنا سابقا من المحاضرات أن الموجود الثابت الجديد يدخل ضمن مشروعات تحت تنفيذ، هذا من جهة. ومن جانب آخر هذا الموجود حصلت عليه الوحدة الاقتصادية بدون مقابل، وهذا يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية. ولذلك النظام وضع لنا حساب اسمه حساب الاحتياط العام رقم 222، والذي يعتبر جزء من حقوق الملكية في الوحدة الاقتصادية. وفي الحالة راح ننظم القيد التالي: من حساب الموجود الثابت المعني وهو في مرحلة رقم 12 مقصود بمشروعات تحت التنفيذ، ولا حساب الاحتياط العام. أما شرح القيد هو قيد استلام الموجود الثابت كهدية. من منين استلمنا هذا الموجود؟ نكتب شركة كذا. المرحلة الثانية هي مرحلة الإعداد والتهيئة لهذا الموجود الثابت، وهذا أيضا خذناها. هي قد تصرف مبالغ لغرض إعداد وتهيئة هذا الموجود، قد يتضمن هذا الموجود أو يتطلب هذا الموجود عملية نقل أو إنشاء قواعد كونكريتية لهذا الموجود إذا كان ماكينة. وهذه المبالغ يفترض أن تضاف إلى القيمة المقدرة للموجود المستلم وهو في مشروعات تحت التنفيذ، ومع الالتزام بقيود الاستحقاق والسداد اللي أخذناها سابقا. فيكون القيود بالشكل التالي: عن كل مصروف يخص هذا الموجود الجديد، فنكتب قيد: من حساب الموجود الثابت ضمن حسابات رقم 12 يعني المقصود بها مشروع تحت التنفيذ إلى حساب دائن ونشاط غير جاري 265، وهذا هو قيد استحقاق المصروف كذا. ولأن الدائن ونشاط غير جاري في القيد الأول قدامك دائن بالقيد، فبالتسديد يكون مدين، فيكون القيد: من حساب دائن ونشاط غير جاري 265 إلى حساب نقدية لدى المصارف 183، وهذا شرح القيد قيد السداد المصروف حسب نوع. وهذه القيود تتكرر في حالة كل مصروف ينصرف على الموجود هذا الجديد إلى أن يصبح هذا الموجود جاهز للاستخدام. فنوصل إلى المرحلة الأخيرة، هي مرحلة استخدام الموجود الثابت المستلم. وهذه المرحلة مرت علينا أنه كل المبالغ اللي تجمعت للموجود الثابت
ضمن حساب رقم 12 نحولها إلى حساب رقم 11 كموجود مستخدم، وهذا القيد راح يكون من حساب الموجود الثابت برقم 11 إلى حساب الموجود الثابت برقم 12، وهذا قيد استخدام وهذا مر علينا القيد. الآن ننتقل إلى ثانيا سجلات الجهة المتبرعة، الجهة التي تنازلت على الموجود، وعندنا فقرات أو ملاحظات نذكرها بداية. أنه هذه الجهة افترضنا أن تطبق النظام المحاسب الموحد، إذا ما تطبق النظام المحاسب الموحد فهذه الأمور ما تعنيها. واثنين أن القيمة الصافية ونقصد بها الكلفة الدفترية لهذا الموجود المتبرع به أو الكلفة التاريخية ناقص مخصص اندثار المتراكم، هذا المقصود بالقيمة الصافية. وهذه القيمة الصافية تكون بمثابة مصروف تتحملها الوحدة الاقتصادية المتبرعة بهذا الموجود، ويحمل على حساب مشروع على حساب العفو تبرعات الغير برقم الدليل 3831 ويكون مدينا باعتباره مصروف. أما الطرف الدائن بالقيد فهذا يختلف باختلاف طبيعة الموجود المتبرع به، فهو أما إذا كان أليف الموجود المتبرع به غير مستخدم، وأنا أقصد به غير مستخدم أي ضمن مشروعات تحت التنفيذ رقم 12، فبالحالة راح يكون القيد من حساب مصروفات تحويلية متنوعة رقم الدليل 383 مثل ما تشوف، هذا حساب مستوى ثلاثي أو مستوى مساعد، والمستوى الرباعي مالته تبرعات الغير 3831 إلى حساب الموجود الثابت وهو ضمن حسابات رقم 12 باعتباره غير مستخدم. وهذه عرفنا سابقا أنه الغير مستخدم مقصود به هو الحساب في مشروعات تحت التنفيذ، هذه الحالة. أما الحالة الثانية إذا كان الموجود المتبرع به موجود ثابت مشطوب، وهذا بعدين ناخذ التعامل أو كيف نشطب الموجود الثابت. الموجود الثابت المشطوب يكون محمل بحساب اسمه مخزون المتنوعات رقم 135 والمستوى الرباعي مخزون المخلفات والمستهلكات ورقمها 1354. فمن تبرع بهذا الموجود راح يكون القيد من حساب مصروفات تحويلية متنوعة رقم 383 والمستوى الرباعي تبرعات للغير 3831 إلى حساب مخزون المتنوعات 135 والمستوى الرباعي 1354، وهذا قيد تبرع بموجود ثابت مشطوب، مشطوب سابقا، والمشطوب سابقا يكون محمل بحساب مخزون متنوعات برصيد مدين. فعندما نتبرع بهذا الموجود راح يكون مخزون متنوعات مخزون مخلفات والمستهلكات بالقيد دان، هذا أليف وباء. احتمال الثالث انه هذا الموجود المتبرع به ما زال مستخدما في الوحدة الاقتصادية، ومن نقول مستخدما معناها هذا الحساب او هذا العفو الموجود الثابت برقم 11 وقررنا التنازل عنه. بالبداية لازم ان نحسب الاندثار لهذا الموجود منذ تاريخ اخر ميزانية لغاية تاريخ التبرع بهذا الموجود. معنى لا، لو فرضنا ان عندنا ماكينة نريد نتبرع بها بواحد 3 2020، فمعنى تاريخ اخر ميزانية هو 31/12/2019 31/12/2019 اخر ميزانية مرت علينا. فنحسب اندثار لهذا الموجود او هذه الماكينة افترضناها من 1/1/2020 إلى تاريخ التبرع 1/3/2020، معنى شهرين، ونثبت بهذا الشهرين قد نشوف اندثار هذا الشهرين، نكتب من حساب اندثار
الموجود الثابت المعني، يعني إذا كان ماكينة فنقول اندثار موجود اندثار المكان 3 7 3، أو قوالب اندثار القوالب 3 7 5، إلى حساب مخصص اندثار المتراكم رقمه بالدليل 2 3 1، والرباعي حسب طبيعة الموجود مخصص اندثار متراكم 2 3 1، وشوف المستوى الرباعي. فإذا كان ماكينة هذا الموجود المقصود به ماكينة، فيكون مخصص اندثار متراكم 2 3 1، ومخصص اندثار المكائن 2 3 1 3. في شرح القيد، قيد اندثار الموجود الثابت عن فترة الاستخدام من 1/1/2020 إلى 1/3/2020، وثم نسجل قيد التبرع. قيد التبرع أنه مثل ما شرحنا مصروفات تحويل متنوعة، تبرعات للغير يكون مدين بمقدار القيمة الصافية، وإحنا القيمة الصافية المقصود بها مر تعريفها أنه الكلفة التاريخية لهذا الموجود ناقص مخصص اندثار المتراكم لغاية تاريخ التبرع. الحساب الثاني يعني من المذكورين، الحساب الثاني مخصص اندثار المتراكم، لأن المخصص مثل ما موجود بالقيد الأول فوق داين، ورصيد المخصصات داين رقم 2 ضمن رقم 2، والرقم 2 مطلوبات حساب المطلوبات وهي أرصدة داين مطلوبات. فحتى يكون نغلق هذا المخصص يكون مدين بالقيد، فيكون من مذكورين حساب مخصص اندثار المتراكم 2 3 1، ومخصص اندثار للموجود نفسه المستوى الرباعي 2 3 1 3 إذا كانت ماكينة، إلى حساب الموجود الثابت اللي تبرعنا به وهو لأنه مستخدم على حساب رقم 11 إذا كانت. فإذا كان العفو صار انقطاع، فإذا كان ماكينة الموجود الثابت المقصود به هنا المكان والمعدات رقم 11 3، وهذا قيد التبرع بالموجود الثابت المستخدم. دال الاحتمال دال انه هذا الموجود المتبرع به هو جزء من البضاعة اللي التاجر بها الوحدة الاقتصادية، يعني الوحدة الاقتصادية قد تكون تاجر بنوع من انواع الموجودات الثابتة يتبيعها كبضاعة، بس الجهة المتبرع لها تعتبر موجود ثابت، او قد تصنع هذه الموجودات وتبيعها كشركة مختصة بتصنيع وبيع هذه الموجودات الثابتة. هنا يحتمل سعر البيع للبضاعة المتبرع بها كأساس لتقدير مبلغ التبرع، وينظم القيد التالي من حساب مصروفات تحويل متنوعة رقم الدليل 8 3، ولأن هذه السلعة تبرعنا بها هي مجانية، فأفردوا لنا حساب بالدليل المحاسبي اسمه سلع وخدمات مجانية رقم 3837 إلى حساب صافي المبيعات برقم 4 إيرادات. فصافي المبيعات حسب طبيعة هذه الشركة، فإذا كان شركة صناعية 4 1 1، إذا كان شركة تجارية 4 2 1، حسب طبيعة هذه الشركة. وهذا قيد تبرع إلى الغير ببضاعة التاجر بهذه الشركة المتبرع بهذا الموجود. الآن وصلنا إلى حل التمارين صفحة رقم 8 ورقم 9، عندنا 4 تمارين. هذه في الصفحة رقم 8 3 تمارين، والصفحة رقم 9 التمرين الرابع مطلوب من عندك تراجع هذه المحاضرة من البداية 2 3، دونها بدفترك ملاحظات تنتبه عليها، وتبدي حل التمارين ابتداء من رقم 1 2 3 إلى الرابع. مثل ما شرحت بالمحاضرة، الجهة المتبرع لها هي احتمال
واحد انه موجود جديد تستخدمه ضمن حسابات رقم 12، الاحتمالات تظهر في الجهه المتبرعه قد تكون هذا الموجود غير مستخدم ضمن مشروعات تحت التنفيذ، هذا الموجود مشطوب سابقا، هذا الموجود مستخدم وتبرعنا به، او هذا الموجود هو جزء من البضع. فشوف يا الاحتمالية تنطبق على هذا المثال، فتختار قيود تخص الاحتمالية المعنية. في نهاية المحاضرة أتمنى استفادتم من هذه المحاضرة، وارسلوا لنا أي تعليقات تجدونها مناسبة، وحاول تحل التمارين وترسلها في ورقة منفصلة حتى نشوف إجاباتكم، وإن شاء الله أنا أنزل الإجابات في محاضرات